إلى إخواني في المجلس الوطني لمكتب الوطن لجمعية العلماء، وبالخصوص الأستاذ عبد المجيد بيرم على تعييني لإلقاء هذه الكلمة باعتباري أحد طلبة ابن بديس. أنا التحقت بقسنطينة بالمعهد في حوالي أكتوبر أو سبتمبر من 1953، وأتذكر أننا كنا 5 من تلاميذ مدرسة ونزع الابتدائية. بعد يومين أو 3 كنا مارين أمام مدرسة، أشهر مدرسة في قسنطينة، وهي مدرسة التربية والتعليم، فوجدت جمعا أو جموعا من الشباب وكذا. سألت فقيل لي: هؤلاء تلاميذ المدارس الابتدائية من المستوى الوطني يشاركون في الشهادة الابتدائية. فكان في نفس اللحظة قلت: لماذا يعني احنا ما نشاركش، ما سمعناش. دخلنا إلى ردهة المدرسة، فوجدت الشيخ محمد خير الدين رحمه الله، كان آنذاك أظن نائب رئيس الجمعية، أحد نواب الرئيس، كان ينادي. فمر بي شيخ من قسنطينة، وهو الشيخ سعد الطاهر حراف الشيخ، كنت أعرفه، هو كان قد حضر إلى ونزة ونظم جلسات وعظ وإرشاد وجلسات توجيه، ونظم لجنة دينية طلب منهم أن يجمعوا الأموال وأن يشتروا قطعة أرض ويبتنوا مسجدا ومدرسة، وأن يرجع هو في السنة المقبلة لافتتاح هذه المدرسة. وفعلا تم ذلك، وكنت من بين أوائل التلاميذ. طبعا سنوات قبلها كنا في القرآن نحفظ ونطلع ونهبط وكذا، لكن في المدرسة حوالي 2 أو 3. هو صوتي ولا هذا؟ هذا المهم. مرة بنا الشيخ طارق، سلمت عليه وقلت له: نحن ما شاركوش. قال لي: هذو مسجلين من قبل ودافعين يعني ثمن المشاركة وثمن الإقامة وغير ذلك. بعدين يأسنا من الموضوع ورجعنا إلى مدرسة، كنا نقيم في مدرسة، آنذاك لم تكن هناك مدرسة دار للطلبة، كنا نقيم في خبايا مساجد في المدينة. حتى سمعت شابا ينادي: عثمانية. هذاك الوقت يقولوا لي: عثمانية عثمانية عثمانية. قلت: نعم. قال لي: يجري الشيخ طاري. عيط. رجعت فعلا لقيت الهدوء التام، الشيخ خير الدين ينتظرني، كان المدرسة عندها شرفة يصلحوا لها الدروس، وشرفة موجود فيها الأقسام. قال لي: عثمانية. قلت له: نعم. قال لي: اطلع. طلعت أنا وصحابي. طبعا الامتحان نسيت الآن، ولكن ما زلت أذكر بعض تفاصيل. مثلا سؤال في الأشياء اللي الآن يسموها العلوم الطبيعية، أظن: بماذا تسمد الأرض؟ وبما أني ريفي وفي الربيع دائما الوالد يجيب لنا البراوت ويجيب لنا كذا، ونوزع البعر بتاع الغنم والمعيز وكذا، فكانت إجابتي أيضا قصيرة جدا موجزة: تسمد الأرض بزبل البقر. هذه نقطة. الثانية: كنت أحفظ القرآن تام، خذيت على حفظ القرآن 16 نقطة، إذن الوحيد اللي نجحت في الشهادة الابتدائية. وكان نبهني أخونا أو غايب يعني نذكره بكل
خير لهادي الحسني، قال لي اسمك موجود في جريدة البصائر رقم كذا وكذا وكذا. المهم عشنا حياة طلبة وأيضا مناضلين، لأن جمعية العلماء قد أسست على شيء من التقوى، وكانت لنا حياة روحية مع معلمينا ومع مؤطرين وغير ذلك. الإخوة أعطوني موضوع جمعية العلماء في التأسيس وأيضا في مسارها إلى 62، إلى الاستقلال تقريبا. بالنسبة للتأسيس كلكم تعرفون الفكرة، أن الشيخ ابن بديس رحمه الله حينما ارتحل إلى 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 مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتقى بأخيه الشيخ البشير الإبراهيمي، كان من بين دراساتهم موضوع إنشاء جمعية للعلماء في الجزائر. ثم طبعا الشيخ ابن بديس لم يطل الإقامة في مدينة، ورجع إلى الجزائر وابتدأ نشاطه الفرد. وأنا أقول دائما أنه بالرغم من أن كانت صدرت عنه عبارة، قال الآن عرفت لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. لماذا؟ لأن إدارة الوالي العام آنذاك استدعاه وبحضور والده، وعرضوا عليه ماذا يريد، مفتي، عرضوا عليه يعني وظائف عديدة، فرفض وقال المقولة المشهورة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما رجعت عن هذا. وكان والده حاضرا، لم يتكلم والده في الموضوع أصلا. أنا أعتبر أن وجود والده على السمعة التي كان يتمتع بها والده، وعلى الوجاهة أيضا التي كانت تتمتع بها عائلته، هي التي حمته وأطرته في أعماله الفردية الأولى. المهم أن بعد هذه الفترة يقول الشيخ الإبراهيمي في مقدمته لتقرير مؤتمر الجمعية عن سنة 1935، يقول: زارني الشيخ ابن بديس وأنا في الصيف، وكلمني عن رغبته في إنشاء جمعية للعلماء في ولاية قسنطينة، أو عمالة قسنطينة آنذاك. عمالة قسنطينة تأخذ الثلث من الشرق الجزائرية، ثلث من الجزائر، ثلث الشرقي من الجزائر. قال: وتحادثنا في الموضوع وبدأنا نتلمس يعني وجاهة إنشاء الجمعية. هذه في يعني في مدة سابقة لإنشاء الجمعية بسنين. ثم بعد ذلك جاءت فكرة وتكونت فكرة إنشاء جمعية جزائرية للجزائر عامة، وتمت الإجراءات طبعا عن طريق في هذاك الوقت نادي الترقي. هو كان عبارة عن ناد مستأجر من مديرية أملاك الدولة، وأظنه إلى الآن ما يزال ملكا لمديرية أملاك الدولة يعني. وطبعا معروف يعني أن الدعوات لم ترسل باسم الشيخ ابن بديس، وإنما أرسلت باسم شخص بن عمر كذا، صاحب المستأجر للنادي نفسه. وتم الاجتماع بسلام طبعا،
انتخب الشيخ المديس، انتخب أولا مكتب إداري هو الذي هيأ القانون الأساسي لتمية، وانتخب بعد ذلك الشيخ المديس استدعي وحضر بعد يومين تقريبا من اجتماعات العامة لإنشاء الجمعية، وانتخب الشيخ المديس رئيسا. وتمت في هذاك الوقت بعض المشاكل، لأن الحاضرين الأولين في الاجتماعات الأولى للجمعية لم يكن فقط الاتجاه الخاص بابن بديس وصحبه، ولكن كانت هناك اتجاهات أخرى وشخصيات أخرى عفوا والمعروف على كل حال أن الجمعية كان لها برنامج عمل، وكانت في قانونها الأساسي هي جمعية القصد منها محاربة الآفات الاجتماعية والخمر والميسر وما إلى ذلك من الأمراض الاجتماعية الموجودة آنذاك. لكن الشيء الذي أحببت أن أركز عليه هو أن الجمعية قد حددت مطالب ثلاثة كانت هي التي تعمل من أجلها وتنازع الإدارة الاستعمارية من أجلها طوال سنوات حياتها. هذه النقاط الثلاثة هي تحرير تعليم اللغة العربية، وتحرير الأوقاف الإسلامية، وتحرير المساجد والأئمة. لما أقول هذا الكلام أذكر لكم أن الولاية العامة التي هي يعني الإدارة العليا لتسيير الجزائر باسم فرنسا، كانت قد نظمت في إدارتها إدارة تسميها إدارة الشؤون الأهلية، زفير دي زانديجان يسمونها بالفرنسية. وهذه الإدارة هي التي كانت تسير الأوقاف وتسير المساجد وتعين الأئمة، وطبعا اللغة العربية اعتبرت بعد وقت من الاحتلال اعتبرت لغة أجنبية، ولم يكونوا يعطون الرخصة بافتتاح مدرسة إلا بعد الالتزام بأن التعليم لا يتجاوز تحفيظ القرآن والحديث النبوي وشيئا من الفقه فقط. تعليم الجغرافيا والتاريخ وهذه المواد التي تحيي المجتمعات كانت ممنوعة، وكم من معلم وكم من مدير مدرسة ألحقوا بالسجن، كانوا يؤخذون إلى السجون. ولكن الجمعية كانت تقول إن هذه الأشياء الثلاثة هي من ديانتنا، ونحن نطالب أن يكون التعامل معنا هو نفس التعامل مع الديانة المسيحية والديانة اليهودية، ولأن الديانة المسيحية واليهودية إلى الآن تسيرها المجموعة نفسها، المجموعة المسيحية أو المجموعة اليهودية. لكن بالنسبة للجزائريين كانوا يريدون التدخل في الشؤون الدينية، فكانت يعني مطالب جمعية العلماء هذه الثلاثة، وهي المطالب التي شاركت بها فيما سمي بعد ذلك المؤتمر الإسلامي. المؤتمر الإسلامي هذا لأول مرة تجتمع الهيئات الجزائرية والأحزاب الجزائرية ما عدا
حزب واحد لا لزوم لذكره، وكونوا مجموعة مطالب، وكونوا أيضا وفد يسافر إلى فرنسا لمقابلة المسؤولين. كثير من الناس كانوا ينتقدون جمعية العلماء لماذا تشارك في هذا المؤتمر الإسلامي، وهو مؤتمر يجعلنا نطالب بأشياء بسيطة. بالنسبة لجمعية العلماء، مطالبها كانت هي نفس المطالب، وهي التي بسببها شاركت في المؤتمر طبعا، وسافر معهم الشيخ ابن بديس، وسافر أيضا الشيخ البشير الإبراهيمي، وأظن أيضا الشيخ العقبي يعني. سافروا، ولكن وجدوا ردا سلبيا من المسؤولين الفرنسيين، ورجعوا للجزائر خائبين طبعا، وعقدوا مؤتمرا ثانيا في ملعب 20 أوت حاليا، حيث تجمعت الآلاف من الجزائريين وقدموا تقريرهم، وقالوا طبعا إن هذه يعني ردود الحكومة الفرنسية. ولكن كل هذه الأشياء كانت تتجمع وتتراكم لتعطينا في النهاية أول نوفمبر العظيم، هو نوفمبر الذي قام فيه يعني الشباب الجزائري. الشباب الجزائري في حزب من الأحزاب الجزائرية هو الذي كان يطالب بحرب من أجل الاستقلال، ولكن الشيوخ والكبار كانوا ما زالوا يتمنون أن الوقت ما زال الوقت، ما عندناش سلاح، ليس لدينا إمكانيات. ولكن وقع تفجر آنذاك في هذا الحزب، وظهر ما سمي آنذاك في التاريخ بمجموعة 22. مجموعة 22 هم الشباب الزبدة من حزب الشعب، وهم الذين قرروا أن تفجر الثورة في أقرب الأوقات، وعينوا مجموعة عرفت آنذاك بمجموعة الستة، ربما نشوفوهم يعني، هم الذين يعينون لهم الوقت بالضبط التاريخ، وهم الذين وضعوا نداء أول نوفمبر المكتوب الذي نعرفه اليوم، وهم الذين أيضا سموا حركتهم جبهة التحرير الوطني. طبعا أين هو وجود جمعية العلماء في هذا العالم المتفجر؟ جمعية العلماء وكأنها كانت في انتظار هذا اليوم. تكونت في جمعية العلماء في قسنطينة في معهد ابن بديس خلية لشيوخ المعهد، وخليتان للطلبة. كان رئيسي أنا في الخلية الأولى، وهو المرحوم بولسنان بومنجل، بل يعرفه سنطات لا تعرفه، نعم، كان مسؤولي في يعني محافظ الحزب، نعم. وكان في قسنطينة ضابط شرطة شيطان يشم ريحتنا، يبحث علينا كل يوم جمعة، يلقانا. كانت عندنا مقهيان، مقهى في ناحية القصبة بالضبط تحت سكن تاع الشيخ أحمد رضا حو، والثاني طبعا في شارع سيدي قموش أو حاجة كذا، يبحث علينا. ففي أحد المرات هو لقاو عنده كتيب صغير، هذا أبو سنان، خذوه معاهم، بقى يوم كامل. باباه سمع من سكيك ده، هو سمع وجاء وعمل تدخلات، ويبدو أن عنده إمكانيات، خرجوا. قال له ولدي، إذا كانت تحب تكمل دراستك خليك من السياسة، تحب تعمل سياسة أطلع للجبل. اسمعني، أطلع للجبل، هكذا قال لي. بعد الثورة التقينا بعد 62 يعني. فحبيت نقول أن جمعية العلماء في 56 يعني بعد ثورة تقريبا بسنة ونصف سنتين،
نصف شيوخنا تركوا قسنطينة ما عرفناهم، نصف الطلبة تركوا قسنطينة، وتعرفوا بعض الأسماء ربما محمد صالح الحياوي، سي هجريس الهاشمي، سي عبد المجيد بوساعة، كلهم تركوا أماكنهم. وقتل إذن هذا الضابط الشرطة من طرف الفدائيين، ويقال إنها أول مرة أمرت الثورة بالعمل الفدائي في المدن، العمل الفدائي في المدن. فاختطف الشيخ حمد رضا حوحو كرد فعل لهذا العمل الذي قام، وطبعا اغتيل أو قتل كما وقع بالنسبة للشيخ العربي التبسي بعد ذلك بسنة بالضبط، سنة بالضبط. ولهذا أنا قلت للشاب أننا عملنا إضراب بعد اختطاف الشيخ حمد رضا حوحو، يعني طالبنا بتوقيف الدراسة، وتوقفت الدراسة في شهر أفريل 1956. التحقت بتونس في سبتمبر 56، ووجدت الحالة كما هي كالآن. أولا كان الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله رئيس مجلس الشباب، مجلس الشباب هذا الناس يتساءلوا ما هو مجلس الشباب، تكون من كان عندنا الفرقة الفنية برئاسة المسرحي المعروف مصطفى كاتب، الفريق الرياضي، الشباب اللي كانوا في الفرق الرياضية الفرنسية واللي التحقوا، الطلبة، اتحاد النساء، اتحاد العمال، أيضا كان عندنا في الجزائر في تونس جزائريون قدامى موجودين كانوا يسمون الرعايا الجزائريون، هذو كلهم جمعوا في إدارة سميت إدارة الشباب الجزائري. كان طبعا المسير الإداري شخص ربما تسمعوا به، يعني أحمد العبدلي، وهو أخو الشيخ العبدلي، الشيخ فضيل، سي فضيل هك معايا، الشيخ العبدلي، الشيخ كيفاش اسمه الصغير؟ المهدي أبو عبدلي ولا؟ نعم تقصد المهدي أبو عبدلي ولا شخص؟ المهدي ألبو عبدلي، المهدي ألبو عبدلي، أخوه الصغير كان في الثورة طبعا مع أخ اللي كانوا يسموه آنذاك سي علال، المسؤول السياسي المسؤول. لكن الشيخ شيبان كان رئيس مجلس الشباب، وكان والكشافة أيضا، أنا كنت نائب رئيس جمعية الكشافة الجزائرية وفيهاش الإسلامية. بعد الاستقلال التقينا في الرياض وجمعنا الكشافتين وانضممنا إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية. اللي حبيت نكمل به هو أن في سنة 57-58 جميع ممثلي الثورة في العواصم العربية كانوا من شيوخ جمعية العلماء، ويعرفهم الشيخ. في بغداد كان الشيخ حامد الوبحية، في الأردن الشيخ عبد الرحمن بن العقول، في السعودية كان الشيخ العباس بن الشيخ الحسين، في دمشق كان الشيخ الغسير يكل، محمد يكل، محمد الغسير، هذو أغلبهم تلاميذ الشيخ بن بديس، يعني منهم الغسيري هذا. في المغرب كان الشيخ محمد خير الدين، في القاهرة كان الشيخ أحمد توفيق المدني. إذن جمعية العلماء عاشت وتعايشت مع الثورة إلى آخرها، إلى آخرها. هناك فرية قولوها البعض، يقولوا أن جمعية العلماء لم تلتحق بالثورة إلا في سنة 57. قلت لهم اللي يقول هذه جاهل وأمي ومتحامل، لأن الالتحاق بالثورة كقاعدة لا يكون إلا فرديا، ليس هناك التحاق جماعي بحزب أو بجمعية. إذن الشيخ البشير الإبراهيمي في يوم 2 نوفمبر أصدر كلمة، في 15 نوفمبر عمل بيان هو والشيخ
الشيخ الفضيل الورتيلاني وصدر آنذاك في الصحافة المصرية، الناس كل يعرفوها، وموجود البيان في كتاب الجزائر الثائرة للشيخ الفضيل الورتيلاني. إذن جمعية العلماء تعايشت مع الثورة وكأنها كانت تعرفها. الشيخ خير الدين كان يذهب إلى الملك، وسميه البلاط الملكي، بدون موعد. لماذا؟ لأن جمعية العلماء في سنة 53 لما نفي محمد الخامس من طرف الإدارة الفرنسية، جمعية العلماء أصدرت فتوى لفائدة محمد الخامس، وقالت إن محمد الخامس هو هذاك الوقت سلطان مش ملك، سلطان مبايع بالطريقة الإسلامية، مبايع من جهتين، ممثلو القبائل وأعيانهم وكذا، وكذلك ممثلو جامع القرويين في مكناس في عمان كان يبايع. ولذلك الجمعية قالوا يعني تنحية السلطان عن مكانه من طرف الإدارة الاستعمارية هذا شيء غير مقبول شرعيا. ووصلت جريدة البصائر إلى مدغشقر حيث كان يقيم سي محمد الخامس هناك، وقرأها وبقي على جميله للثورة الجزائرية. وبعد رجوعه أعطى الثورة الجزائرية أكبر سكنتين في المغرب، إحداهما اللي كانت في تطوان في الشمال، وهي مركز كل الأنشطة العسكرية للثورة، والثانية في وجدة وكانت للأنشطة المدنية إذا صح التعبير. لا أطيل لأن جاتني ورقة قالوا لي عندك دقيقتين، هني عملت هذه الدقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا فعلا بقي ربما أبقاني الله تعالى لمثل هذا الاحتفال إن شاء الله. أجلس مع صديقي، هو كان قبلي أنا أسبق، هو أسبقني، ومن بعد هو أي طول أعمل الخدمة، خرج من المعهد وعمل الخدمة العسكرية وأعود رجع للمعهد. السلام عليكم ورحمة الله، واسمحوا لي بهذا الصيف. على فكرة أنا كنت مجود في المعهد في دار الطلبة، كنت نجود لهم كما والله الأستاذ اللي كان يجود لنا، كنت مجود. وكان يجي سي محمد الطاهر الزيان المراقب العام وساحتنا، كنت نصلي بهم ونعمل لهم الأذان الفجر وكذا، وكان عندي صوت بلبل يعني. الحمد لله هذا ما بقي. شكرا.